وصلت الفكرة انه ليش ابنك يتني. هو اكو مرات ربو ربو عاد يعني يصير تقريبا من اول الطفل من هو ابن فاس، بعدين لا يصير بالتحسس نبات يسموه ربو قصبي، اكو ربو تحسسي. فالربو بكل انواع خاصة للاطفال، وهيك ايام تغيير جو يصير. سدد تقولي ما كان عنده ربو، بس لانه فلاونزا كان مصاب بها، فاحتمال صار عنده تحسس بالمجاري التنفسيه. الطرق اللي حتى اني احافظ على ابني قدر الامكان، تدخين ماكو يمه قدر الامكان، انه هاي الصوبه سميناها هيك الصوبات هاي النفطيه، احاول ما اخليها بتاتا بغرفته، لان هاي الغازات المنبعثه من الصوبه هم راح يتنك. العطور ما عطور، من اجي اطبخ بهارات وغيرها، وحتى من يعني حتى من اخلي البيت دافي شويه، افتح الشباك اخلي هيك تيار هواء يدخل حتى لا يصير هيك كمخه بالبيت بالضبط، وحتى يتنق. لانه راح وما احاول الصوف، اياك تلبسيه صوف داخلي، لانه اي لانه الصوف راح يخليه يعرق من يطلع برا. طفل يعني هو حرك، يعني هو كل طفل يتحرك راح يعرق مرته ثانيه، ويضرب البرد راح يتنق بالزايد. وفكرة ثانية انه ضروري اني يعني اخلي العلاج دائما يمي بالاحتياط، فد يوم جمعة فد يوم عطلة مركز صحي يعني ما موجودين، حتى انا ليش اتعلم اروح المستشفى اذا انا يعني الحالة مالته بسيطة، نوبة الربو مالته انا اعرف ايش انطي العلاج، الاموكسير البخاخ اذا كان الطبيب منطيه اياه. العمر والعافية لكم حبيبتي، شكرا جزيلا. يوم سلمي.